يقول السائل الكريم: بعض الأئمة وفقهم الله يقرؤون الفاتحة في الركعة الأولى والثانية بترتيل. طبعا إذا كانت الصلاة صلاة إيش؟ جهرية، هذا مشاهد، تلقى يعني يرتل القرآن ويجمل القرآن إلى غير ذلك. في الثالثة والرابعة تلقى إيش؟ لا تستطيع أن تقرأ معهم، وهذا يعني أنه يقرأ بسرعة بدون ترتيل. ما توجيههم؟ هذا واقع يا أخوان. توجيهنا نقول: أخي المبارك، اتق الله في صلاة المسلمين، واتق الله في الأمانة التي أوكلك الله بها ووكلك بها، وهي إمامة من؟ المسلمين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. ومن أعظم الأمانات كما قال القرطبي والطبري وغير واحد: أمانة الصلاة والطهارة وغيرهما، العبادات بصورة عامة دي من أعظم الأمانة. ولا تكن غاشا لمن وراء، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى بالناس فخص نفسه بالدعاء دونهم فقد غشهم. يعني تكون إمام لا تخص نفسك بإيش؟ بالدعاء من دونهم، لا، تدعو بصيغة إيش؟ الجماعة. واعلم أن الله مطلع عليك، واعلم أن الشرك أخف من دبيب إيش؟ النمل. قال عليه الصلاة والسلام: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. وإياكم والشرك الأصغر اللي هو إيش؟ الرياء، أن يجمل العبد صلاته من أجل العبد مثله، يجمل العبد صلاته من أجل، فتجده يحبر القرآن تحبيرا في الركعات إيش؟ الجهرية. بل ولو كح يرجع يجيب الآية من فين؟ من البداية مرة أخرى. بينما في الصلاة السرية تجد هذه المعاناة كما سأل السائل الكريم، تلقى الصلاة يعني إكسبرس، يا الله يا حص يا الحق ما تلحق، الحق ما تلحق، وانت مع الإمام جالس فين؟ في هذه السرعة لا تتم ركوع ولا سجود ولا تتم حتى تلاوة. فنقول: اتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله، لأن هذه الصلاة مهمة جدا. وكان النبي صلى الله يقول عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: كيف تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في الركعتين الأخرين؟ قالوا: كانت على الشطر والنصف من الركعتين الأوليين. من هنا أخذ أهل العلم وقالوا: وهذا فيه دلالة أنه كان يقرأ فيهما سورة مع إيش؟ مع الفاتحة. لأنه قالوا: كم يقرأ في الأوليين؟ قالوا: مقدار 30 آية. يبقى في الأخرين مقدار 15 آية في الركعة الواحدة، يعني إيش؟ فاتحة وسورة أخرى. وهذا الذي ذهب إليه أهل العلم، أنه يستحب ويصح في الركعتين الأخريين أنك تقرأ مع الفاتحة شيء، ولا مانع من ذلك. ثم تذكر: صلوا كما رأيتموني أصلي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل الصلاة، ولا سيما في الظهر من الركعة الأولى، حتى يجي الجاي من أطراف المدينة ويحصل الركعة مع مين؟ مع النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم.